هنبتدي موضوع في شرح عن عقيدة الثالوث القدوس. في تعليم منتشر في بعض البلاد وفي بعض الإكليركيات حتى، بس يمكن خارج القاهرة يعني. إنه الآب في الثالوث هو الكينونة، والابن والروح القدس هما صفات للآب. يعني الآب هو الجوهر، والابن والروح القدس صفات لهذا الجوهر، اللي هي صفة العقل وصفة الحياة. طبعا ده يعتبر تدمير لعقيدة الثالوث. في حاجة منتشرة زي هرطقة سابيليوس في تعليم البعض في كنيستنا نتيجة العصر العربي الوسيط. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الاب كائن، والابن والروح القدس هما صفات لهذا الكائن، صفات. فصفة العقل دي هي الابن، وصفة الحياة ده هو الروح القدس. وحتى الآب بيقولوا عليه إن هو صفة الكينونة. وللأسف الكلام ده أنا لقيته بيتدرس في بعض الإكليركيات، لأن أنا بدرس في الإكليركيات من عشرات السنين يعني. فأنا لقيت الكلام ده بيتدرس في إكليركيات عندنا. ما حاولتش اعمل اصطدام وصراعات، لكن ابتديت اجيب اقوال اباء واعمل مذكرات، ولما يسالوني اللي سمعوا الكلام ده اشرح لهم تاني بطريقه مبسطه من غير ما اعمل خناقه مع حد. ايه بقى الوضع الحقيقي؟ الوضع الحقيقي إن الآب هو الله من حيث الجوهر، وهو الأصل من حيث الأقنوم، مش صفة. الابن هو الله من حيث الجوهر، مش هو العقل بقى زي ما أغلب الناس تتكلم في اللاهوت الشعبي، وهو المولود من حيث الأقنوم. والروح القدس هو الله من حيث الجوهر برضو، وهو المنبثق من حيث الأقنوم، مش هو الحياة، مش حيث الأقنوم. أبسط حاجة أرد بيها على اللي بيقولوا إن الابن هو العقل والروح القدس هو الحياة، يعني الآب ده عبارة عن صنم أو حجر ركبنا له عقل فبقى عاقل، وركبنا له حياة فبقى حي، لكن هو نفسه بيستمد العقل من الاب والحياة من الروح القدس. تخيل تخيل تخيل. ده تعليم كارثي في الكنيسة سيدنا لو كان موجود. لا ده أنا سمعته كتير جدا، اللي يقول لك الآب هو الكينونة والابن هو العقل والروح القدس هو الحياة. ده اللاهوت الشعبي يا حبيبي. اللي احيانا بيحاولوا يبسطوا الامور فيدخلوا في الاسر. للاسف يا سيدنا يعني عمرك ما سمعته؟ سمعته سيدنا فعلا، تذكرته ممكن في مدارس احد
وفي اجتماعات اعدادي وثانوي لو بحب يبسطوا للتلامذة. كان هو اللاهوت الشعبي. قرينا المرة اللي فاتت حتة كده هقراها تاني للقديس أثناسيوس، وبسرعة قبل ما تخلص الحلقة هشرح جوهر القضية. ولأن اللاهوت واحد في الابن وفي الآب والابن، فإنه نشأ عن ذلك بالضرورة أن كل الأشياء التي تقال عن الآب قيلت هي بعينها عن الابن، إلا صفة واحدة وهي أن الآب آب، مش أن الابن العقل والآب الكينونة. قديس غريغوريوس دي بقى هختم بيها قراءة الآباء ونشرح بسرعة بقى. المسيح أي من الأشياء العظيمة التي يمكن لله أن يعملها ولا تكون في استطاعته، وأي من الأسماء تطلق على الله ولا تطلق عليه، ما عدا اللا مولود والمولود، الأبوة والبنوة، وغير كده انسى. اوعى تقول ان الاب هو الكينونة والابن هو العقل والروح هو الحياة بالمرة سنة. والروح القدس هو الحياة. معقولة الاب يبقى هو اصل الابن واصل الروح القدس، ويستمد الحياة من الروح القدس ويستمد العقل من الابن؟ يبقى في كينونة للاب وكأنه حجر، والعقل للابن وكأنه كمبيوتر، والحياة للروح القدس وخلاص كده. يبقى في تلات جواهر في اللاهوت مش جوهر واحد. ها هنا بقى الخطورة، ان احنا كده بالتعليم ده سيبنا نعمل تلات جواهر في اللاهوت، وده خطر جدا طبعا.